بيدوا يقوموا بتشريح واعاده تشريح اصلا الوجود اللي هو المشاعر. صحيح. وفقا لضوابط خدتوها عليها. صحيح. الكلام ده ما تم. قول الضوابط دي. كويس؟ 16 اكتوبر. اصلا. كويس؟ انا ممكن اديكم غرازه بزق عندي موجوده. طلعوا علينا طلعوا قرار ثاني بتشكيل لجنتين بتاع التشريح. اللجان حقت التشريح اللي طلبت كانت كالاتي، كانت بتقتضي انه يتم تشريح الاسامين ومعرفه اسباب الوفاه او كل الحاجات المتعلقه بالاستعراف على هؤلاء الاشخاص، سواء كانت بصمات اصابع، سواء كانت بصمات سنيه، سواء كانت حمض وراثي او كل ما يمكن ان يكون سببا في ذلك. وبتطلب بعد ذلك في المتطلبات حقتها في ترتيب الاشياء انه هذه التسامين يتم التعامل معها وفقا للبروتوكولات الدوليه في عمليه الدفن، عشان ما تمشي تدفن كلها حفره واحده، كل جسمان المفروض يكون عنده حفره منفصله او قبل منفصل يكون عنده رقم منفصل للاستعراف عليهم. الخطوه الاولى في هذا الامر ما تمت. كويس؟ والتجربه ورتنا انه تمام الامور كل بتم، ليه؟ لانه في التجربه حقت مشرحة مدني اللي كان فيها 195 جسمان لما قاموا الوفد بتاع مجلس السياده الطب العدلي بانه يمشي يشتغل هناك، اول ناس كانوا يدا بيد معاهم كسفا بكف كان رجال المغاربه. شير يا مصطفى. بتشرح لهم حيحصل شنو. والناس بدات التشريح، والناس بعدها في التشريح عشان تقدر تحفظ الجسامين وتحفظ الادله كانت في لجنه ثانيه مشت عشان تشوف موضوع المغارب لحد ما عملوا لهم مغارب اللي هو الهويه هناك وتم الدفن. الدار اقوله بخلاصه لينا كويس؟ وقد يكون السي او يسميه السي ما موجود بالخطوات ما فيش او حتى لو كانت الدكاتره جايين في السكه. نحن بالنسبه لنا بنفتكر انه الامر ده التراكم بتاعه حتى في الثلاجه البرية لو الناس ما عارفه الثلاجه دي ما جات في الكورونا هسي وجات من اليونانيين والثلاجه اللي قاعده البرية دي ما اول مره دخلت. وكان قبل كده في مدير للمشرحه دي اسمه دكتور محجوب رسل جواب انه الثلاجه دي قاعده في خط فيه مشكله فتت كهرباء اتحرك الكيبل بتاعها قبل كده اتحركت المكنه بتاعتها قبل كده كويس. فبالتالي كان معلوم انه في خطر موجود الحاجه دي ومعلوم انها ممكن تعدي الياسه جدا بعد ذلك قدام. الدليل نقول في الاخير الاهم حفظ كرامه هؤلاء المتوفيين والشهداء اللي قاعدين جوا الجثامين دي وفي نفس جوا الثلاجات دي وفي نفس الوقت حفظ حقهم في انه اهلهم يلقوهم بعد ما يتم دفنهم بصوره سليمه وبصوره عامه وبصوره بتراعي نعم. كل الحقوق بتاعتهم وفي نفس الوقت حفظ الحق بتاع الناس اللي في الجوار والناس اللي حوالين المنطقه دي لانه برضه حيتضرروا من الروائح اللي ممكن تكون طالعه ومن اي حاجه ممكن تكون بتسبب لهم. طرح انا واضح المجلس الاستشاري ما عنده مشكله انه يدير ويتقبل هذا الامر ويكمل ويكمله لكن احنا عندنا شرط واضح خطوه كل الاطباء الشرعيين انه هيئه الطب العادي تمشي من داخلها هي قاعده فوق الناس اللي قاعدين في الكراسي اللي لسه مسؤولين عليه وتحاسبوا الحقيقه عن الوالد حاسبوا يا سلام واستوري غيار الشعب حريه سلام وعداله استور خيار الشعب يا قدام. لا لو في حساب الناس دي كلها دقيقه دقيقه في سؤال في سؤال حق في سؤال في سؤال سؤالك للنا سؤالك للنيابه الكبير ده النيابه المبادره وين ولا المبادره وين سيدنا المفروض القياده وين كون النائب العام الحبر وينه ليه ما جت تشوف الشغل ده؟ نعم انا والله النائب العام انه اي عمل تحديد وفيه 47 ايرادات الماده 47 ايرادات تحدي شفناها امبارح جاء ممثل الحي الامتداد الاستاذ عباس عمل ايراد 47 قلنا له مولانا احنا حيتحرك لكن احنا قدام شغل الان اجراء عملي اللي هو تم تكليف الهيئه الاستشاريه حضر الدكتور خالد جاي دكتور عقير الاستشارية وحيستلم الشغل بتاع التشريح ده بعد أمر التشريح ما يتم حيتطلع تقارير من التقارير دي حيتم أمر الدفن أمر الدفن ده في قطعة في شرق النيل بدأت الحفل فيها على أساس إن هي يتم فيها ممارعة الجسامين دي للقبول إن شاء الله يعني القطعة دي كلها حتشيلها للجسامين دي إن شاء الله أيوة حتشيلها. طيب أنا عندي سؤال من شيخنا يا أستاذ في كان احنا كان قابلنا النائب العام القفله بتاعت الكورونا الاولى كان المفروض تتفرغ المشارح كلها من الجسامين وتمشي تدفن فاللي جاء معاه مشينا تكلمنا معاه ووقفنا اذن الدفن هو مشكور وقف اذن الدفن
الشق الثاني للسؤال برضو بالنسبه للجنه الامنيه مزغول. اللجنه الامنيه في الولايه كان في فريق قابلنا ووقفوا زونات الدفن وعملوا تعميم على الاجسام كلها انه ما يتم دفن اي جسمان. بالنسبه للحاجات دي تمشي المشارح يمكن ده السبب العمل التكدس ده. فكان في فحوصات على الدي ان اي اتعملت وفي بلاغات اتفتحت لاي جسمان خش بيموت بو المشارح. احنا عايزين نعرف الجسامين دي بالشغل الفني اللي قلت انت تعرف جات من وين كيف، وبعد ذلك هل هي ممكن تكون نفس الجسامين اللي عملتها الدي ان اي ويحصل مقارنه للاسر وكده. دايرين نعرف اول حاجه الدي ان اي اللي اتعمل الاول ممكن نلقاه وين عشان الحياه دي غير الشغل المحفوظ في شغل عند ناس مبادره مضبوط. ودايرين نعرف هل اللجنه بتاعتكم عندها الشغل ده والشغل الفني بتاع الحاجات دي جات كيف حتعرف كيف بالنسبه للسيد العام. وانا جسمان بيجي للنيابه، النيابه بتعمل بالتشريع بيجي المشهد، المشهد بيتخدع يكون في عنده العملات جابوا الشرطه جابوا اللي كان واقع في الشارع اللي كان ورقان في بحر في كده دي كلها دي اجراءات بيجيبها للتشريع يقوم يا اخي تشرعي. المشكلة اللي فاتت في ثلاثة جسامي دي عملت إشكالية بمجيبة كاملة ضوابط بس اللي نعملها لأنه دي الإمام بتاع السؤال اللي نعمل في الحاجات الأوسع ولازم هي موضوع بتاع التحريات الجنائية والبلاغات الجنائية. عندنا 40 بلاغة في اللجنة الخاصة بتاعت شفتي ودي كلها ماشية عندها اعتبارات معينة الشرطة النيابة والكهرباء بالتزام حاكم خاص. فهذه الضوابط دي هي المعمولة بها اللجنة اللي شكلت فيها النائب العام في الموجودين. نشوف الدي ان ايه، الدي ان ايه ده اصلا تكلفته عاليه شويه ما بتلاقي اسئله حاليا كانت الا عند الادله الجنائيه. الشغل لازم بتاع الشغل يكون مكتمل فيه ادله جنائيه فيه طب عدلي فيه نيابه فيه شغل. نحن كنيابه دورنا في انه نحن نشيل التقرير ده نعرف الضابط كويس سواء كان الطلقه ذاتها من المبيعات من يعني السلاح طلعت السلاح ده بيستعملوه لقوات نظاميه تساعدنا في التحديات. فانتم مبادرتكم الاولى كان احساس بالموضوع ده زي ما نعرف عن استجابه لا تصير الفريق ما بيش لا تخاطر لا تخاطر اساسا البلاغات دي ما تموت تمشي يكون فيها بيانات واضحه بعد ذلك من الاجراء العادي من عندنا انه انت توقف التشريع لكن بضوابط معينه تشيل الدي ان اي بتاع الدم تشوف كيف بعد ذلك يوم اللي قدم احنا بنسلم مقارنة ما يوم اللي قدم هنحسب الجواب لحد ما احنا نعمل الرد لانه النيابه العامه ولي ما لها ولي في الاثناء دي اللجنه ذات عملت خطه استباقيه اللي هي خصصت جبعة بواسطة الوالي ودي كلها طلاب بتاع جهود ما كانت ظاهرة للناس لأنه أصل جبعة في الشارع لأنه بدأت تحفظ فيها أساس إنه الناس يدفن يعني. لكن الناس هسه في المرحلة دي إنه لازم نبدأ خطوة عملية والحمد لله أنا سميت الشارع. طيب السيد العميد الغير بالنسبة للشغل الفني هناك شرطة برضه مسؤوليتنا منذ الوصول على المسكن لحد المسرح بعد ذلك مهمتها الفكرة بعد ذلك مهمتها كانت مهمة التعميم بس كان الجوانب الفنية تعتبر بلغة في البشر لا وصول الجسامين دي ذات أول هل تعرف كيف يعني الحاوي دي جسا نحن نجيب معلومات كاملة في البلاغات دي وقلنا المادة واحدة قطيرة جاهزة لأن عادات كبيرة جدا بالمناسبة يعني يغيي الشخص بجينا وهي الشارع في أي حتة من التحليل العملية اليومية بتاع التحلي كامل يعرض المادة 51 إجراء ينفع اليومية دي بعد ما تنتهي من الجوانب الفنية بس نتعلق بها نحن نفعل وكيل النيابة والنيابة نحولها للمشهد للتشريع لمعرفة أسباب الوفاة وحتى نحن وقفنا بعد ذلك جوانب الثانية جوانب التعليمية لكن انا بدا يظهر لنا في ان افتح مرات عمليه اللي هو الطب بدل قاعدين ونحن قاعدين وانتم قاعدين والحم واحد والحم مشترك فانا يتعامل معي دم
ونحن نعمل القضاء الثوري دي المفروض يكون بدانا وقضاء قضاء عمليه يعني. كلنا نحن وانتوا بالرغامه والاخوه الاطباء الطب العادي والله الحمد واحد وكلنا بالمناسبه بقول لكم حاجه الشيء اللي حصل ده كلنا متضررين المواطن متضرر والحاله متضرر وبعد ذلك الدور اللي بيجي عامل تايت في الشارع والرواحي التي نتريها دي الدور متضرر بعد ذلك ما معروف انا طلع لي الحته دي المفروض ما يتكلم عنها لان اهل مكه عطنا في شعره ودي هذه الدفاعين لهذه العلاقة الكبيره لكن تقدموا عن غرفه عند كل الساعه طيب انا بدي اضيف حاجه انه الدكتور خالد ديل عندهم تجربه عندنا نحن في الجزيره والتجربه المهمه بتاع التشريع ففي ست ايام يا دكتور صح؟ ست ايام يشتغلوا شغل يعني روبر جدا حسب الضوابط الدوليه وصلنا ايوه وصلنا خلاص نتكلم معاك بالنسبه لمجموعه مدني بالنسبه ل انا هو اصلا عندنا الشهداء وعندنا الموجودين فعملية تقارير حسب الضوابط احنا ارسل الان توجيهنا للنائب العام ده امر بتاع التشريع انه يوكل الفكره المهمه دي للاستشاريه مع الطب العدلي ويسلمهم يشرح عن الليله وان شاء الله انتم حتشوفوا النتائج. طيب دكتور خالد انا عندي لك سؤال قبل فتره كان ناس مفقود دين عملوا شغل اعلامي تضامنت معهم قنوات الكلام ده قبل 6 شهور ذكرتها انت من ديكي السلطات كلها ما جاوبت ليهم ولا في زول عمل بخصوص الحاجه دي انتوا اتخذتوا اجراءات ضد السلطات اللي جاهلت نحن في الاخير بنتعامل التعامل الفني نحن ما سلطه بنتخذ اجراءات لكن نحن متاكدين انه بعد الاجراءات الفنيه شنو هو اللي طلع انه طلعت النيابه تمشي للهيئه كون انه ما حصل تشريح دي مسؤوليه مباشره للهيئه واسئل الاطباء بيجوا لانه اتمنعوا حتى بعض الاطباء انه يعملوا الحاجه دي لاشياء كثيره واسباب كثيره نعلم بعضها ولا نعلم الاخر كويس لكن الاجراء البيتيب والاسئله اللي نكون عشان نكون ناس عمليين اول حاجه كويس زي ما قال مولانا بعد الاستلام بتاع المشرحه الواسطه الهيئه الواسطه الحاجة الأولى نحن دايرين ونفس اللي عملناه في المدني جزء ممثل حتى من لجان المقاومة الموجودة إنه يكونوا معانا كتف بكتف ليه؟ لأنه الخطوات حتكون كالآتي أولاً حنجي نقرأ الوضع حنقول حنعمل 1 2 3 حنحط الخطة حقتنا إنه الكلام ده بيشتغلوا في كم بنحتاج لهم شنو وبيتوفر مباشرة وبتم في كم وبنبدأ بعد ذلك عملية التشريع نحن اللي عملناه في مدني دايرين نكرر هنا مدني نحن كنا بنشتغل من 6 صباحاً لحد ما تضلم وهنا دايما نكرر نفس الموضوع نشتغل هنا مما تصبح ونصبح هنا يبقى مش حبيبي عشان انه نصحى ثاني نشتغل لانه بنفتكر انه القضيه دي اكبر من انه الناس تخليها وتجاهلها عشان تاخد لها زمن طويل او بلا طويل حق زمان ده الشيء الاول الشيء الثاني كل البروتوكول الشغال فيه والبروتوكول المعتمد بتاع الصليب اللجنه الدوليه الصليب الاحمر الدولي بروتوكول اشتغلنا به الشغل بتاع مدني البروتوكول اللي اعتمدته النيابه عشان يكون ده في التعامل مع المفقودين على المدى الطويل ما الليله ولا بكره ولا السنين القادمه عشان ما تيجي عليه نفس المشاكل دي مره ثانيه البروتوكول ده فيه اشياء اساسيه بس انا مولانا انا هركز على الحاجات الاساسيه الاولى منها اول حاجه الجسمان الموجود قبل ما نشتغل عشان برضه يكون واضح لكم قبل ما احنا نشتغل لازم يكون ملء وكله مكتمل قدامه انه الجسمان ده دخل كيف وبتين وبياتوا بلاء وعندها ارقام الجسامين دي فبنبدا نتاكد انه والله الجسمان ده دخل من الحته الفلانيه ودخل كيف واللي استلموا منه جابوا منه بعد ذلك الحاجه الثانيه بيبدا العمليه حق التشريع حق الطب العلمي يعرفوا لنا سبب الوفاه بتاعت الجسمان ده هل سبب وفاته هو تبقى وفاه طبيعيه مضروب طلقه غرقان حصل فيه حاجه يتحدد سبب الوفاه بدل المعامل هم شغالين قبلهم بدون الادله الجنائيه بياخذوا يشوفوا اذا كان في بصمات ممكن تتاخذ اي متعلقات ممكن تتاخذ تساهم في انها تعرف هويه المتوفى ملبوسات وطاقات لقوا فيها حاجه بعد ذاك الخطوه اللي بعد ذاك بيقوم بناخذ حاجه اسمها الصوره السنيه للاسنان وبنقدر نشوفها هل ممكن عشان احنا حصل لها مقارنه بعد ما وبعد ذاك بتاخذ العينه حقت الدي ان اي وتتحفظ وتترسل للمعمل الجنائي بعد ما نتاكد انه كل الحاجات دي اكتملت بتكتب التقرير لكل جسمان مباشره وبيسلم للنيابه اللجنه بتراجع التقرير بتلقى انه طلع في استيفاء لكل الشروط اللي بتحفظ المتوفى ده على طول بعد ذلك بيطلعوا له عمر الدفن عشان يتم قبره يقبر في مقبره منفصله بيكون عنده رقم نفس الرقم ده بيكون شاهد بتاعه بتاع المقبره بتكون معروفه
عشان لو بعد ده ولو بعد سنين جو اخذوا بالمتعلقات او بالدي ان اي او باي شيء تعرفوا عليه الكم حلزونه يا شالوه ودفنوه في حته ثانيه يا خلوه زي ما هو لكن بعد ده بقى من رغم بقى شخص معروف دي الطريقه اللي انا اشتغل بيها. المهم انا في الطريقه دي والاهم بالنسبه لنا العامل بتاع الزمن يعني الاطباء الشرعيين او مش الاستشاري ده يساعدنا يتعامل مع هذا الامر في اسرع وقت ممكن. الناس بدل ما تشتغل في اوقات طيبه تشتغل لاطول فتره ممكنه يتضافر لي اكبر عدد من الاطباء الشرعيين يكونوا موجودين يكونوا شغالين بالتضافر برضه بالتعاون مع الادله الجنائيه عشان يكونوا برضه شغالين معانا الناس تقدر تشتغل بشكل واحد وبشكل مستمر لحد ما نقدر نكرم هؤلاء الشهداء ونكرم هؤلاء الموتى ونكرم هذه الرفات الموجوده هنا لحد ما تدفن. وبالمناسبه ما مشرحه الاكاديمي براء احنا متاكدين انه في مشرحه بشاير وفي مشرحه الدرمان برضه فيها خامه الناس انا اسمي يا استاذ دقيقه خارج احنا لأنه لازم تكون في مقابل مفصلة بين التوضيح والسلطة. المسألة دي الهيئة خاطبت الوالي وناس البنية التحتية لتحديد أرض منفصلة على أساس أن الناس تقدر تدفن فيها الجسامين منفصلة. لحد الآن المسألة دي هي لسه ما تمت بالصورة النهائية عشان كده وقفوا الشغل لأن الناس إذا شرحتهم وما مشيت دفنته انا عملت حبيتها في قصه ما حبيتها ونحن قدمنا اقتراح انه في مغابر عندها مساحات كبيره ممكن يحدد منها جزء الناس تدفن فيه. اللجنه رفضت المقترح ده قالت الا يكون في مغابر منفصله تماما لمشهوري الهويه ودي اخذ وقت كثير. ثانيا نحن بدينا دكتور خالد ده كان مدير إدارة المشارح في الهيئة مسؤول عن المشارح دي كلها هو لحد شهري 2020 من 2015 من 2015 كان هو مدير الخدمات الطبية أو المشارح في السودان كله دكتور خالد ده كويس. ثانيا نحن من شهر 2 شهر 2020 اول ما جينا الهيئه دي لما جينا شهر 2020 جينا الهيئه اول حاجه عملنا اجتماعنا مع اللجنه والبروتوكول اللي بيتكلم عنه نحن وضعناه ادينا للجنه ونبدا كيف نشرح ونبدا كيف ندفن الكلام ده كله نحن قدمناه وفي اجتماعات في مشرحة الدرمان وبدينا في الدرمان وتقارير جاهزه وسلمت للنيابه عضو في اللجنه عضو انا في اللجنه اشتغلت في الدرمان 20 عملنا 15 اتكلمت عنها عملنا 15 جسمان بشهاده وفاه عملنا اعاده تشريح وكان معي دكتور عشواك عضو في اللجنه زاد وجهزناه اليوم لنا امر للدفن الجماعه دي جهزناه للآن الأمر ده ما صدر. فنحن أكثر ناس متضررين من تكدس الجسامين دي المشاريع لأنه أول شيء عندنا سعة استيعابية استوعابهم كله دي نمرة نمرة اثنين هي أهل عدم استقرار الكهرباء ممكن تؤدي للكوارث اللي حصلت الآن. فنحن ما يعني في اجتماعات من دين الهيئة دي للآن مع النيابة مع اللجنة على اساس انه في مشكله مع المجلس السيادي في النهايه دخلت استاذه عاشة هي ساعد لانه المشكله دي تتحل. مكانه البشاير لسه هنا ما وصلت المشكله. ما كان لسه دي لسه 450 لسه في الثلاجه اتعطلت لان ما قاعدين نصلحها لانه لسه دي جوا والغاز كابس ما قاعدين نصلحها نفس المشكله تكررت هنا. كمل كلام نحن يعني المقترح ذاته قدمناه انه ذاته نتعامل مع الجسامين دي كيف واخذ العينات وانه يتم تشريحها واعاده تشريحها ودفنها في كل جسمان في مقبره منفصله ويكون
ومعه حتى سبب وفاته. وبعد لو جاهدوا ساعدوا بعد 20 سنة إنه قالوا يا إخواننا نحن عندنا فلان الفلان ده كان مفقود في يوم من الأيام كلهم كان في مشاهدة فلانية واتأخذت منه عينة وتشرد. طيب الدي إن إيه الفرصات اللي عملتوها دي موجودة؟ مهمة ده كان ده شهادة وفاة ومعروفين بأساميهم لكن ما عندهم زول جسأل منهم فترة فقلنا ديل أصلا بأساميهم ومعروفين ديل نحن عملنا عليهم كشف ظاهري إنه ما عليهم أي علامات عنف أو كده وكان راكبين في المستشفى مسافات طويلة فديل قلنا ما في داعي يقولوا في المسافات إنه ديل طوالي يجهزوا ويتدفنوا وعملنا تقاريرهم الأولية وكتبنا التقرير الشرعي والدينا النيابة إنه يصدروا لنا إذن يدفن الجماعة دي. وليل قاعدة ما حصل سمعت السؤال الجسامين دي قاعدة هنا من كيف يوصل في جزء منها دخل الشيء قديمة في جزامين قديمة في جوا طيب موضوع الكهرباء ده ما اخذته في اجراء ايوه اخذنا اجراء ما اختصر يا مولانا ما اختصر هاي ما اختصر شباب نسمع يا ناس نسمع 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 حقايق هاي نسمع طلع انا والله ما بتعرف طبي صراحه انا طبيب شرعي لكن في لحظات لازم تتكلم تتكلم في اللحظه صح تتكلم طوالي معاك احنا كلنا ما يوم بتاع ملامه نعم ما لون فلان ولا لون فلان نحن في الهيئة دي وفي المشارح أي ذول نوافق على أي تحديد بأي مستوى محلي ولا عالمي إذا طلعنا نحن مخطئين نحن جاهزين للحساب نتحاسب في ذول تاني مخطئ يتحاسب أصدى مع وقته نحن جينا عشان نشتغل الحاجة التانية اللي عايز أضيفة ومهمة جدا جدا معلش بالنسبة لي ما حدث في مشرحات مدني يا شباب نتكلم بصراحة وبشفافية مشرحات مدني فيها كم جثة؟ كمية كبيرة 190 جثة؟ انشرحت في كم يوم؟ 6 احنا ما بنكمل الدنيا ما حدث في مشرحات مدني لا يتكرر في مشارح ولاية الخرطوم اللي احنا قاعدين فيها بس هذا ليس سبب شنو؟ احنا ما عايزين نلم الجثث في شوالات ونمشي نكفينا ديك اتدفنت كده ونعمل كده ايوه عايزين نعمل تشريح اي جثه تشرح يا اخواننا الناس اللي بتتكلم عن البروتوكولات العالميه بروتوكول مينيسوتا بتاع الامم المتحده اللي اعتمدته اخر واحد في القتل خارج القانون او القتل في المحاكم المستعجله او القتل بحكم ما صح البروتوكول 2016 ادوبتد باي اليو ان بالامم المتحده بيقول اي جثمان تشرح اقل وقت تشرح فيه ساعتين احنا بشر ولا مكان بشر احنا بني ادمين يا شباب اذا الجثه بتاخد ساعتين انا في اليوم ماكسيمم بتديني اشتغل كم البروتوكول قال 3 جثث في الوضع الراهن اللي احنا فيه ده وضع معقد نحن عايزين نضغط على نفسنا نشتغل 5 جثث في اليوم بالنسبه لكل لجنه احنا عندنا 3 لجان الثلاثه لجان هتشتغل في اليوم كم جثه 15 جثه ما في زول هذا الموجود على اي مستوى 1400 جثه في مشارح ولايه الخرطوم ما في زول يجي فينا ده ده شغل ربنا بيسالنا منه ومساله اخلاقيه ومهنيه قبل كل حاجه انا طبيب انا قبل كل حاجه لا اعرف دينك ولا اعرف اصلك ولا اعرف سودانيتك ولا اعرف الزول المتوفي ده عندي بني ادم انا بتعامل بانسانيه هذا البني ادم الان في ذمتي انا وحبه انا بجيبه له معايا الشرطه والنيابه والقضاء لابد ان امشي وفقا للمعايير مدني بيقول في 5 يوم شرحنا 190 جثه يا شباب لو ده تمسك موبايلك ده كل جثه تجيب تصويرها واحده واحده وتقريبا من كل الاتجاهات كم ساعه تحتاج؟ كتير ساعتين ساعتين 90 جثه بتتشرح في 5 يوم لا لا احنا بنتكلم وفقا لاخلاق ومعايير وعلم احنا ما قاعدين نقول انا اللي قدامكم ده اشتغلت في ليبيا 3 سنين بعد ما سقط الغزافي كملت مرسي بجاي مشيت الغزافي بغادي شهر 8 انا جوا ليبيا اشتغلت 3 سنين في لجان على مستوى العالم اللجنه الدوليه لشؤون المطلوبين تحت البوسنه والهرسك اي زول بيعرف البوسنه والهرسك واشتغلت مع الصليب الاحمر
واشتغلت مع ماركي بتاع وزارة الدفاع الكورية بتاعت الحرب الأهلية بتاعت كورنا. كل الناس زي كانوا موجودين، واشتغلت مع أمريكان، واشتغلت مع إنجليز. كل العمليات المتعلقة بالتشريح وأخذ العينات والدفن وفقا للمعايير احنا قمنا بها. اشتغلت في ليبيا 3 سنين لغاية ما طلعت من ليبيا، أنا ما وصلت 500 جثة. 500 جثة ما وصلتها. بنتكلم 3 سنين بنتكلم عن 1400 جثة. لو انتوا حسي الآن لو أصريتوا قلتوا عايزين نكثف زي الشغل التم في مدني أو نشتغل بالطريقة دي، أنا شخصيا ما بشتغل. أيوة دم. أنا ما بشتغل، أنا شخصياً أعبر عن نفسي ما بشتغل. ده كلام علمي تفهموه. هذه الجثث حتى تتشرح لكل من يتلفظ بالبروتوكولات. البروتوكولات اللي إحنا سلمناها النيابة العامة دي عندي أنا، ده جبتها من ليبيا، واحد منا بتاع العينات بتاعت فيها هي ده بتاع اللجنة الدولية شو المربولي بتاع البوسطة الرئيسي. أيوه. ويعتبر بعلان عالمي. أيوه. سلمته ليه وأنا بيدي. البروتوكولات الثانية المتعلقة بالدفن، مع انه الدفن ده يا شباب هل مسؤوليه الطب الشرعي؟ لا. انا طبيب شرعي مسؤول من اني اشيل جسمي، انا مش هغسله. لا لا. طيله السنوات الفاتت الطب الشرعي في السودان يقوم بعمليات الدفن. امشي اقرا من الصحه العامه واقرا كل اللوائح، من المسؤول عن التعامل؟ شوف لو كانت السلطات الصحيه او معاه سلطات ثانيه الشرطه والنيابه، هل الطب الشرعي كمشرحه هي بتدخل في الموضوع ده؟ ده ما شغلنا بالرغم من ده، لانه المساله بقول لكم بصراحه الان المساله انسانيه واخلاقيه. انا بامكاني الان اطلع من القصه دي، امشي انام في بيتنا، وزاره الصحه ذاته اخليها اشتغل فيها، لكن لانه قاعد في المشارح دي وعارف الحصل شنو والتكدس البدني من 2019، ما ممكن ثلاجاتك في ولايه الخرطوم كلها بتشيل 120 جثه تشيلها لي 1400 جثه. اسالوا انفسكم قبل 2019 كانت الجثث بتاعت مجهول الهويه بتدخل المشارح يوميا، تدخل مشارح الخرطوم ما بين 3 إلى 5 جثث بمعدل 1000 جثه مجهوله هويه سنويا، 1000 الى 1200. نتعامل مع هذه الجثث بكل انسانيه. اخص الكلام بالمشرحه اللي انا فيها دي. المشرحه دي نحن المشرحه الوحيده، اقول الكلام اللي شفته بيملى خشم. ايوه. لانه انا جيت مدرب وجيت بعرف الشغل. ما في جثمان خدناه في مقبره جماعيه. كل جثه بناها. جيب عليك الله الباتشي دي. شايفين الورقه اللي بتحط فيها البطاقه هنا دي؟ بنمشي نشتريها، بمشي انا اشتريها من السوق العرب من محل المطبوعات. ايوه. اكتب كل المعلومات، الجسم والنيابه وتاريخ الوفاه والتشريح ورقم الطب الشرعي الدخل بتاعنا هنا ده. شفت كيف؟ عنده اسم بكتب اسم ما عنده اسم وبنكتب في مقابر الصحافه دي، ما دفعنا غيرها. في ناس دونا بعد 2 سنين وبعد 3 سنين قالوا عندنا زول هنا ده، واحد قال ابو زول مشهور جدا جدا. طلعنا من هنا ومشينا نبشناه واعدنا اخذ العينه بتاعت العظم وفحص الدي ان ايه وتاكد انه ابوه ولا انا اللي جرأت تمشي. دي الجثث اللي بنتعامل معاها هنا. ما عندنا في المشرحه دي جثث قاعدين نكفينا في مقابر جماعيه. إذا كان في زول بيقول مسؤولية عدم دفع الجثث مسؤولية الطب الشرعي، أسأل نفسك أنت يا دكتور خالد كنت مدير للمشارح حتى شهر 2 2020، صح ولا ما صح؟ سنتكم. هل مما أسست الهيئة، هل يوم من الأيام في الجثث دي تم تكدس بالطريقة دي؟ ليه ما تم تكدس؟ الإخوة في النيابة وهم حاضرين الآن، الثلاجات دي لما تتملي في شهور فيها موت كثير، في شهور فيها موت خفيف. تحب ربنا احنا ما عايزين نتكلم فيه. لما تزيد تمتلك الثلاجات بنكتب بالحرف الواحد الطلب بتاع الدفن. الطب الشرعي ليس كبقية اللامس. انت عيان بتجي براها. الطب الشرعي عم تجي براها. النيابة دي لو ما جات والشرطة عملت إجراءاتها وكتبت أمر تشريح ومجهولة الهوية أمرت بالدفن، أنا لا بشرح ولا بدفن. يقعد كده 100 سنة 300 سنة لو عفوا ولا غيره. هنا تتوقف كل القوانين ويبقى قانون السلطة القاهرة. أنا عشان أحمي نفسي أكون قاعد بعيد. هذه الجثث اللي الناس حسي هو خالد دكتور خالد بيقول مسؤوليتها هي الطب العجزي. شهر 10 يا جماعة لما طلعت اللجنة الأولى، أنا ما كنت عضو فيها، اللجنة دي تكونت من النيابة التنسيق مع الطب العجزي، دكتور الطيب موجود، دكتور اشوار موجوده.
صنفوا 17 جثمان بشهادة وفاة وأعدوا للدفن. لماذا لم يدفنوا؟ أسألوا أنفسكم. لأنه يا أخوان ما في شرط نحن ما بنقدر عليه، وبالرغم من عدم قدرتنا على الشرط ده اتحركنا عشان نعمل فيه خطوة. الدفتر اللي قدامي ده فيه المحاضر بتاعت الزيارات. شهر 7 مشيت أنا ودكتور هاشم اللي هو مدير الطب العدلي الآن، مشينا إلى منطقة غرب أم نعمان الدورة 720 فتحت قالوا مقابر. بعد أسبوع نزعت الأرض قالوا نبدا زراعية. ظلمنا نحن نطارق مشروع الأرض للمدافن اللي هي مادة تخصصنا، لكن مهنتنا وإنسانيتنا وحفاظنا على حقوق الناس والعدالة خلتنا نسوق إلى آخر يوم. يوم أمس الجهة جابت أمر النزع وزارة التخطيط العمراني. أزيد الثاني، الآن المقبرة بتاعت الوادي الأخضر فيها 1000 كلمة. في ناس تحت تحت بيقولوا الأراضي دي مقسمة خطة إسكانية، وفي مواطنين بدوا شاهدين على تحقيقهم. عايزين نوضح لكم الصورة واضحة. نحن كطب شرعي الآن موجودين، وامبارح لاقينا، وبكرة موجودين، والقضية بتاعت المشارح دي لو ما اتحلت نحن قاعدين هنا ما طالعين. ارد كمل يا دكتور. لا انا اسالك سؤال يا دكتور، هل المجموعه هذا جاي تشتغل دي؟ المحاميه دي مالها؟ المحاميه دي قال لي طابور خامس ساعه يا الدكتور ده ردم الكيزان. أنا إحنا معاك يا دكتور. دكتور لايف ده حاليا مشاهدينه 20,000. أنا عندي جواب. كلنا معاك. عندي جواب. أرتمهم كلهم من بدايتهم لنهايتهم. الشعب السوداني كله معاك في التعليقات كله معاك. كل الشعب السوداني ده واقف معاك. سؤال يعني. الشعب السوداني كله واقف معاك يا دكتور. وي بطل الناس هاي امور التشويش دي ما في لا داعي امور التشويش ما في لا داعي. احترمي القانون يا استاذه طلعتيهم ناديتهم نفر احترمي القانون. انت كوزه ذاتك انت كوزه ما دارت انا صح الترز ده ما دايني انت خربت الكلام ده. وريهم اسكتوا يا جماعه ما قدرت اخش جوا ليه يا دكتور. انا دكتور نحن قادرين ندافع عن رأينا وندافع عن كل حاجة لنا فيها، ومسؤولين مسؤولية كاملة عن أي خطأ. كل من يثبت فينا خطأ أو ارتكابه لأي مسؤولية تقصيرية بالتحديد يتحاسب. نحن موجودين، زول غيرنا برضه يتحاسب.
ممتاز. ممتاز. يعني حس نطمن هذا الحي طول فترة الأشهر بعد التشريح ده لا هيكون في روائح لا عشان الناس ما تتزمر. في شغل فني. الآن المهندسين من شركة رافتك شغالين في التلاجة. الروائح دي كلها مصدر التلاجة. أول ما تشتغل التلاجة لمساعدتكم انتم احنا ما شغالين برا ولا بنقدر نشتغل برا. نعم. انتوا يد اليمين. ما كان هنا في أي محل. المحلية تجيب عربات وتجيب عمال نبيع الواطر فيها السوائل دي ونجيب رملة جديدة نخدها ونرشها بالصابون والفورمالين وبالمعقمات. نحن عايزين نحافظ على صحة الناس أولا ونحافظ على حقوق الناس ثانية وده واجبنا. دكتور احنا لعلمنا في شهر كلامك تصور لك. لا أنا انتهيت شكرا لك. كلامك في الياسة اللي جاءت عليك. عليك يا أنا عايز أسأل هل في إمكانية إنه نشيل عينات من الأسر الموجودين؟ ليش هو الفن ناوي؟ هم 27 أسرة يعني إحنا ما هذا الوقت الثاني عشان نفتح ملف جديد ولا نفتح ملف؟ تمام شو الفن يعني؟ ليش هو الفن يعني؟ تمام. تمام. ندخل في التصرفات عن الناس. بس عندنا إحنا توجيهات معينة هنقول للتيم. سؤال سؤال وجهي للدكتور خالد ده انت دكتور خالد الفيدر اللي كنت ماسك فيها ده المشاريع كم من فيدر كم لي كم يا استاذ انا ما شغال في مدرسة النظام البيت. شغال في النظام البيت وهسه جاي تركب الموجة في الدكاترة المساكين دي بالحي في ثاني. أيوة. مرفوض مرفوض تماما. مرفوض تماما. ورينا صار بالتعيين انتهت بانه انا فاتح بلاء في هيئه الطب العدلي في النيابه العامه في محافظه الفساد رقم 65-2020 بيتلخص فيه الفساد اللي كان قاعد جوا الهيئه اللي بيتكلم عنها انها فاسده دي ومشرحه الاكاديمي والسرقة اللي كان بتحصل جواها لدرجه انه انا موقف من الهيئه دي من شهر 3-2020. ليه موقف؟ انا والله هذا سرقه هنا ما عندنا معلومات. معلش معلش عندنا شغل في نازل في حدود معينه في لجنه تحقيق خاصه شكلت. وين اللجنه؟ اسمع كلامي اسمع كلامي كويس. اذا بتتكلم انت عن المفقودين من اعتصام القياده صح وجه تتكلم عنه انت عشان اللجنه دي اتكونت في نوفمبر 2019 صح. اللجنه دي من تكوينها وقفت جميع الدفن في المشاريع بتاعت الخرطوم. بالتالي اي فتره من 2019 لحد هسه ما في جثمان طلع برا المشاريع. ما في جثمان زول يتلاعب فيه. ليه؟ لانه كل الجسامين تحت السيطره حقت النيابه العامه بالاوامر حقتها. كويس؟ ما ده 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 دي الحاجه الموضوع. الحاجه الثانيه حق الجسامين جسامين في مدن الثلاثه جسامين بتاع المسيطر. تكون قاعد في الفدرة من النظام البايت ولحد ما جات استلمت الحكومة الانتقالية يا مرة فيك فضل الاعتصام انت لحد الفدرة بتاع شهرين الفات ده انت كنت قاعد على الحاجة دي ما طلع منك تقارير وما طلع منك نحن قاعدين نشتغل يا جماعة جدا بس احنا جاهزين لهذه النزيلة الصوت ده رافضين انه احنا بس الزول ده انا ما بيهمني انا قاعد اشتغل انا جاي بتكليف رسمي عشان يجي يشرح لي جسامي وما بيمثلنا لكن
وما بيهم السنة. انت جيت بيتم الشهداء قاعدين هنا ديل. انت جيت بيتم شهداء والحبر جاء بيتم شهداء والشهداء جوا ديل ده ما بمسنة. ده ما بجيب لي حقي لكن. وده ما بجيب لي حقي. أنا لا تغيروا لي. تأجي شغلك وتغيروا لي تجيب لي زول بمسنة أنا. لأنك انت جيت بيتم شهيد. انت جيت بيتم شهيد يا مولانا. كلكم جيتوا بدماء شهداء. ما بمسنة ما دايرينه. ما دايرين ما دايرين ما مسنا عندك عندك عسى عندك عسى عندك دكتور ده ممكن يمسنا الدكتور ده ممكن يمسنا انت حاوي انا الشهداء في وشه هنديك انت حاوي انت حاوي مبسوط يا ابني حاوي جاي لك ما تبص لي يا زول ما تشتغل ما تبص لي يا زول حياه الله موت احنا وحياه الله موت وعليش انا اسمع خلاص انا بقول لك ولا حد يطلق قرار لك انه فوت دقيقه يا جماعه بدي اطلع وجهي طالع من هنا انا اول نسمع كلام مولانا تفضل يا مولانا هاي نسمع كلام مولانا عندنا تكليف الدكتور عقيل النور سؤال الذهب ده دكتور عقيل ده هو دكتور عقيل بيمثلنا ده بيمثلنا احنا عندنا امرنا احنا امر مباشر من النيابه العامه بانه هو خبير عندنا بينتبه يعتبر في قانون الباسه 24 بين محتملين والمحاكم. الآن ده تكليف رسمي له هو رئيس المجلس الاستشاري لهيئة التشريح. هو يتولى تشريح الجسامية القاعدة في مشرحة التميز في الامتداد. هيفرزه لنا بطريقته هو التيم البتاع اللي بيجيبه هو مخول بكل الصلاحيات. أمر مباشر لإدارة المشرحة بأنه يجي يتعاون معه ويسلم المشرحة. هو بعد ذلك يحدد الجانب الفني من عنده خليه يكمل المده اسمع لنا التقارير حيقدموا لنا في النيابه ده تكليف رسمي دقائق يا عمر يا جماعه هو مشكور هو التيم بتاعه الختام امام المحكمه حيستلموا طيب دكتور عقيل طوالي دكتور عقيل بس انا اسالك سؤال بسيط انت المكون اللجنه دي صح اللجان الجايه تشتغل على تشريع المجموعات احنا المجلس الاستشاري للطب الشرعي الشامل لوزاره الصحه وانت جيت في زمن الثوره يا دكتور عقيل صح هل بيخليك تجيب يا دكتور عقيل زول من زمن العهد البائد من زمن الكيزان اقول يا دكتور عقيل خلي اللي يجي شوف ده اقول يا دكتور يا دكتور ما داير ما داير ما داير اطلع برا ما داير خلينا نسمع كلام نسمع كلام دكتور عقيل انه الزول ده كيف يتطمن في المجموعات دقيقه يا عبد المعوض على الله دقيقه اخواننا دقيقه اخواننا الورا يا جماعه براه 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 عشان نسمع بعض دكتور عقيل انت اللي بتمثل الثوره هل بتخليك تجيب زول من العهد البائد من النظام البائد عشان يشرح ناس احتمال يكونوا من القياده ليه ضبابيه بتاعت طبعا نسمع احنا ليه ضمنوا زول من النظام البائد شغال من 2010 مع الكيزان شو اسمه معانا هيودوه المناظم يجيبوه هيودوه نسمع يا ناس نسمع 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 معلش والله انا والله يعني انا جيت على اساس انه زي مهمه معينه مهمه فيها معضله كبيره جدا مهمه ارقت الناس وارقت السكان مهمه فيها جثامين تكدست داخل كونتينر فانا يعني حريص باني انا انهي هذه المهمه انا اسال الله سبحانه وتعالى أن إحنا نقدر ينكشف هذا العدم المحيط بالمنطقة كلها والمحيط بيكون أنتم كثوار وأنا أشعر بالألم في وجوهكم أنا أشعر بالغضب في وجوهكم أشعر بكل حاجة والله العظيم أنتم أبنائي وأبناء كرام أنا أرجو منكم التعاون الكامل بس سألتك سؤال ما جاوبت عليه دقيقة يا أخوان على الله دقيقة سألتك سؤال نعم إنه أنت زول جاي بتمثل الثورة هل بتخليك تجيب زول بعادك من نظام البايش كوش ومعروف إنه بالإمكانيات بالخبرة بالتجان بالتجان دولية ممكن تجي بهالدين أنا اشتغلت بهالدين ما حصل فيه أي شيء بعد ما تشرح وأنا اشتغلت نعم وهون ذاته نشتغل ما اشتغلنا احنا كلجنة ايوه اشتغلنا كلجنة رئيس انا كنت رئيس اللجنة انا رئيس اللجنة انا رئيس اللجنة واشتغلنا احنا كلنا كلجنة معنا الأطباء الشرعيين يعني ده ممكن يكونوا بدائل للجنة دي المكون فيها دكتور خالد الحسن مرفوض منه مرفوض مننا الان احنا ده
ما خلاص انتوا رافضين شخص انا بدي حاجه تيمه كلها. لكن خالد احنا بالنسبه لنا هو خبير بتعطيل شر. لا لا وسخان دقيقه انا دار اوصل لك يا دقيقه يا عبد المحمود عبد محمود عصابه يا عصابه جيب دم شهيد انت في دماء شهداء مستر. ايوه سبب التشويش سبب التشويش صورت من جبالي صورت ده الكوز يا جماعه ده خالد الرافضين انه الناس كلهم زول من 2010 في وزاره الصحه مرادكم الشغل ايوه هاي عندي البوظت الكلام كله هي سبب التشويش بوم الاجتماع جوا يا ضد اللاجات يا جماعه ضد الجسامين قاعد هنا شوفوا الدم يا شباب شايفين دقيقه ما دافرت انا دار اوري المرض بس هاي لسه قاعد تشوش كوزا
المواطنين هذا شيروا يا جماعة شيروا اللايف. بكرامتك انا قال لك قدم استغالتك بكرامتك قدم استغالتك بكرامتك يا كوز من 2010 يا كوز يا كوز شايفين يا جماعة هذا شيروا اللايف شيروا اللايف دارين يعني يقوموا لجنة غصبا عننا بواحد اسمه خالد كوس ونحن اخترنا الدكتور بتاع المشرع اللي كان لابس أزرق وبيتكلم وردم خالد وردم الكيزان في المشارح كلهم أنا إحنا ده هو اللي بيمثلنا لما قلنا هو اللي بيمثلنا قالوا لا خالد لأنه خبير خبير على نفسه شهاداته دي كلها يشرب مويتها قدم استغالتك يا خالد بكرامتك بس قدم استغالتك بكرامتك دي الجزز يا جماعة دي الكونتينر يا جماعة شايفين الدم ده دم شير بالله شايفين ده دم كله يا جماعة في حكاية بتاعت 200 جثة حكاية بتاعت 200 جثة ايوه ارجع لكم لخالد ده طوالي جماهير قالت رجعوا لها لخالد وينو خالد خالد برا 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 خالد برا
المهم خليهم اللجنه الامنيه بلا زفت. دكتور يا دكتور دقائق بس طلعنا برا هو انا خالد طلعنا برا شلنا لكم برا خالد انا اتكلم معك دكتور هاشم جوا دكتور هاشم قاعد جوا مدير الهيئه قاعد جوا انا ما ادري هاشم ما بيرجع النائب العام قبل كده النائب العام قبل كده يوم 17 واحد الفات ما بنسخ فيه ملفات الشهداء ما عارف راحت وين نسخ فيه شنو ما عارف ملفات الشهداء وين قال راحت منه النائب العام مطلب شعب الحبر مطلب شعب جاب يدم شهداء وخان دماء الشهداء الحبر ما بيمثلنا خلاص يا جماعه هاي دكتور هو يا هو واقف يا اخوانا بسمع في كلامه ده حتى احنا انا بتكلم معاه يبدا الشغل ده لنا عبد الشغل خلونا نبدا يا شباب خلينا نبدا اكتر ناس متاجرين انا ده انا دروس دي قاعده جوا قدام اخواننا الجوا دي ما بنطلع من هنا عندنا ناس بيكونوا قاعدين معاكم جوا هنا يا جماعه النايب العام والحبيب لا 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 نحن اسمعني الحدث المدني ماذا ما بتكرر الحدث المدني ما بتكرر خالد وعشانه يا عامر ما بتكرر خالد ما في خلاص خالد تكفات نحن لانكم ادخل يزول عنده اختصاص ما نطلعوا بس الناس برا ادخل برا برا يا شباب عشان يبدوا شغلهم خلوا خلوا يا جنابو بس حاجة مهمة المرة اللي طلعها امرأة ما تخش جوا لأنه شوشت الحاصل جوا ما بتخش جوا شوشت ما بتخش جوا كيفوا لا هنا ده ما تخش جوا تعالوا ايه ما تخش هنا ماني تعال تعال لا لا ما تخش هنا تعال تعال خليها ما سينا ما تخش علينا جوا شوشت جوا شوشت مرتين ثلاثة مرات أمس مسويش الاتصال كله معقولة أي حاجة شنو؟ أجدل منو؟ ردوا لك دل كتر خير ردوا لك كتر خير ردوا لك دل كتر خير وما ردوا لك جديد مدين كتر خير ردوا لك دل ما رديت لك انا تبي تمثلكم هاي تبي تمثلكم يا هاي بتمثلكم دل ناس الحي برا اقلوها برا يا عمرو
شباب يا جماعه الحكومه برا اه يا شباب ارحموا عليك هم يا ابوي والاصابه على الاصابه والطلقين كده يا شباب السلام عليكم اتفضل خلاص هاي ان شاء الله دخلت طلع شوف راس يا سعاده يا سعاده يا محب لا هاجم يا اخي ما كنت لاقى بس عيب من بيت التليفون يا اخي كيف احوالك الحمد لله ان شاء الله هاي المراد قلنا يستاذن من الشمال زي ما زيتي مع نفسك الدار نديكم مساحة بس عم ورينا تغيير بعد تغيير دكتور روجيا ما غيب عنين مني نكفي اللايف لحدينا قالوا اجتماع رسمي نكون معكم بإفادات في أي لحظة شير اللايف يا جماعة لازم يصل السودان كله يعرف الحقيقة اللي دخل و حنفيدكم بكل جديد شير بس شير